السنة اللي فاتت يا كابتن مسددين 8 مليون جنيه مرة واحدة. صحيح. أما يعني مش مشكلة، السنة اللي فاتت في المجلس فات مسددين 8 مليون جنيه. كل الحاجات دي متأخرات، وانت مش 8 مليون وبس، عشان برضو اعرف الناس ده 8 مليون وحوالي 3 مليون ونص السنه دي لسه ما سددناهمش، يعني حوالي 11 مليون موجودين للاتحاد المصري لكره اليد. لو حد تم التواصل مع الاتحاد يا كابتن من اللجنه اللي موجوده، والله في جدوله، في قصه، لان 11 مليون دول مش قصه، ده انت نادي الزمالك فسدد قبل كده وبيسدد وهيسدد. يا كابتن احنا بس يدي الفرصه يا احمد، ممكن يجي لنا سبونسر كويس، ممكن الساده المرشحين يعملوا حاجه، الناس كلها محترمه، ممكن يعني اي حاجه تتعمل، يعني اي حاجه تتعمل. انا ما بقولش ادفع الفلوس، في حد يكلم الاتحاد يضمن فلوس الاتحاد تجاه نادي الزمالك، انا بقول اكتر من كده ايه؟ لكن احنا نروح نلعب يا احمد ونتغلب، ده انت كده بتقضي على فرقه بالكامل. طبعا.